سالمين طيبين حلوين بنحبكم. هذا البوكس اللي نزلناه من إيكو، انتو تدرون انا نزلت 3 انواع من إيكو اللي هو الوردي والاخضر والبنفسجي، اللي قلنا هذا حق الشعر المصبوق التالف، هذا حق الشعر المنكوش والناشف، هذا ديتوكس تنظيف الشعر من الشوائب والسموم، وفي نفس الوقت كلهم يعطونك من مفعول واحد اللي هو الترطيب العميق حق الشعر، اللمعة حق الشعر. وايد ناس عرفت إيكو من طريقة استخدامي وشافوا ما شاء الله شعري ولمعته ورطوبته. إيش سوينا الحين؟ سوينا بوكس من إيكو قيمته وايد رمزي، إذا أهو بروحة اللي فيه 5 جلسات ب12 دينار. يعني أنا ذاك اليوم رايحة صالون سوت رفيشتي جلسة تريتمنت حق الشعر 15 دينار خذته، اللي هي جلسة واحدة بالصالون. إحنا 5 جلسات في القوطي، أنا ما الحين قاعد طالعت لكم من الموضوع، 5 جلسات في القوطي هذاك ب12 دينار. هذا إيكو منتج ألماني قوي بشكل ما يوصف ما يوصف. المهم خلصنا من ديرا إيكوم حق هذا الباكت اللي سوينا فيه، شوفوا حتى شكله غير، سوينا فيه كل الأنواع بقيمة رمزية 4 دنانير وشيء. حاطي لكم فيه 3 أنواع.